إذن أهلا معنا مرة أخرى جرير، ينضم إلينا المدير السابق لإدارة الآثار وأستاذ منتدب بجامعة الكويت قسم التاريخ دكتور فهد لوهيبي. يا هلا ومرحبا فيك، كل عام وانت بخير. وانت بخير وصحة وسلامة، يا أهلا وسهلا فيكم في الكويت. وبهذه المناسبة لا يسعني إلا أن أتوجه إلى صاحب السمو أمير البلاد وولي عهده الأمين بأسمى التبريكات بهذه المناسبة، ولكم ولجميع الأخوة والأخوات المشاركين في سكاي نيوز. أهلا بك دكتور. دكتور، نتحدث اليوم عن المواقع الأثرية والتاريخية في الكويت، وكيف هي المحافظة عليها وتخضيرها. ربما هناك مواقع معينة مثل جزيرة فيلتشا ومثل جزيرة أم النمل، وكذلك في مناطق في الصبية. دكتور، دون أدنى شك بأن الكويت هي دولة تحتوي على العديد من المواقع الأثرية والمواقع التاريخية. المواقع الأثرية هي ما تبقى من بقايا الإنسان من مباني ومواد تركها في موقعه وكشف عنها في دولة الكويت، مثل ما تفضلتي في جزيرة فيلكة وجزيرة أم النمل ومنطقة الصبية ومنطقة القرين وغيرها من المناطق الأخرى المشهورة في دولة الكويت. والمواقع التاريخية نأخذ كمثال من الأمثلة الموقع الشهيرة اللي هي حدثت كموقعة كاظمة في منطقة كاظمة بالقرب من الجهراء. من المهم جدا محافظة عليها ليس فقط للكويت، وإنما حتى للشعوب الأخرى والشعوب الإنسانية اللي لها اهتمامات بتاريخ هذه المنطقة. ومن أهم العوامل الأساسية التي يجب أن يقوم الإنسان عليها هي المحافظة على هذه الآثار لتقديمها للإنسان وكشفها وتبيان التاريخية مالت المواقع هذه وأثرها على الإنسان في خلال الفترات الزمنية المختلفة. لعل من أقدم المواقع الموجودة المشهورة في دولة الكويت هو موقع تل القرين الموجود في جنوب منطقة الكويت، ومن المعروف أن هذا يعود إلى العصور الحجرية. الحمد لله أن حكومة الكويت قامت بعملية تسييج هذا المكان والمحافظة عليه واعتباره محمية طبيعية محافظ عليها، لا يسمح بالدخول فيها، محافظة على النباتات مالتها، الحيوانات الموجودة في داخلها، طبيعة الأرض. وهذا عمل جيد من الأعمال التي قامت فيها حكومة الكويت في خلال الفترات السابقة. ما زالت هناك مواقع أثرية كمثل في جزيرة فيلكة تحتاج إلى عملية تسييج لأنه يصيبها الدمار، وأخطر الدمار الموجود على المواقع الأثرية ليس من الحيوانات وإنما من الإنسان وخاصة الزوار الذين يزورون هذه الأماكن. مثال آخر عندنا في منطقة الصبية، حدثت حادثة من قبل فترة قصيرة وهي دمار لمواقع أثرية تعود إلى حوالي 4000 و 5000 سنة قبل الميلاد، يعني بمعنى أصح هي حوالي 7000 إلى 8000 سنة قبل وقتنا الحالي. هذه هي عبارة عن رسائل تركها الإنسان من حضارات تمت في هذه المنطقة. مع الأسف دمرت هذه، والآن الأخوة العاملين في إدارة الآثار والمتاحف يعملون على إحصاء هذه المواقع ومحاولة تسييجها. نعم دكتور، كما ذكرت ربما بعض هذه المواقع دمرت، خصوصا ونحن بما أننا نحتفل بالذكرى 26 لتحرير الكويت، ربما كان بعضها من فعل الإنسان عندما كان الغزو في عام 1990. لماذا لم تقوم الحكومة قبل ذلك بالبدء بالمحافظة على هذه المواقع الأثرية؟ دون أدنى شك أن كانت هناك العديد من الرسائل من قبل إدارة الآثار والمتاحف للجهات المختصة بعملية تسييجها وتوقيع هذه المواقع. حينما يأثر مواطن أو إدارات الآثار على هذه المواقع يقومون بإرسال رسائل متعددة لبلدية الكويت، لوزارة الأشغال، لجهات النفط بالمحافظة على هذه المواقع، على أن طبيعة البشر في كثير من الأحيان يغضون البصر عن هذه المواقع وينسونها وثم تدمر من قبل البشرية. كمثال من الأمثلة الأخيرة اللي تحدثت قبل حوالي 3 أسابيع، شركة من شركات النفط العاملة دون أن تراعي هذه المواقع قامت بتدمير أهم مواقع تعود إلى فترة تسمى فترة العبيد، وتبين لنا هذه الفترة الصلات الحضارية التي كانت موجودة قبل 7000 سنة ما بين دولة الكويت وما بين المناطق المجاورة في جنوب بلاد الرافدين، في إيران، في المناطق بالمملكة العربية السعودية في المنطقة الجنوبية والشرقية التي كانت لها علاقات تجارية خلال هذه الفترة التاريخية. تحدث كثير من هذه الأمور وليس في دولة الكويت وإنما في دول أخرى بالعديد من المناطق بالعالم. في كل دول العالم أيضا دكتور هناك قانون لحماية الآثار. نحن نتكلم اليوم عن قانون كافي بالكويت لردع أي اعتداء أو تحدي أمام الآثار الكويتية. آثار الكويت صدر في سنة 1960 وهو يعتبر رقم واحد من القوانين الصادرة والمشددة على العقوبات، لكن عملية تنفيذها لم يكن ينفذ.
مثال من الأمثلة، من يدمر موقع من المواقع الأثرية أو يخربش عليها أو يعمل لها دمار أو يعمل لها أي شيء من الأشياء دون الرجوع لإدارة الآثار والمتاحف بالموافقة على عمله هذا، حتى عملية التنقيب لا يسمح فيها القانون إلا لأشخاص متخصصين وبرخصة معينة، لكن في كثير من الأحيان يتجاوز الناس هذه الأمور، والقانون لا يغفل المغفلين لكنه لم يطبق حتى الآن. من أهم النقاط التي أغفلها قانون الآثار الكويتي أنه لم يعطي الصلاحيات الكافية لموظفي إدارة الآثار والمتاحف بالقيام بعملية الضبط القانونية والقضائية للأشخاص الذين يعملون على دمار هذه المواقع، وهذه واحدة من العيوب التي كانت موجودة بالقانون، ونتمنى أن يعمل بالمستقبل لعملية إصلاحها وإرساء هذا القانون في داخل مجموعة القوانين الخاصة بدولة الكويت. نعم، ربما غير المواقع الأثرية نلاحظ أن هناك كذلك مباني تاريخية في الكويت ربما يجب المحافظة عليها، مثل بيت ديكسن، مثل ديوانية دار أحمد. كيف يمكن نرى الحكومة الآن ربما تهتم أكثر في الحفاظ على هذه المباني؟ المباني التاريخية هي طبعاً تابعة لإدارة الآثار والمتاحف سابقاً، ولكن تم نقلها إلى المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، وأخذ على عاتقه عملية صيانة هذه المباني ومراعاتها والمحافظة عليها، فتتم لها دور عملية ترميم سنوية وفصلية بين وقت والثاني، وإضافة تقارير من الموظفين المتخصصين بعملية دراسة هذه المباني ونشر تفاصيلها الهندسية والبنائية والاستفادة منها في عرض كثير من العروض الأخرى، كمثال من أمثلة بيت ديكسن الآن تحول تقريبا شبه متحف، في المستقبل محتمل أن يصبح هناك معارض أخرى متعددة للاستفادة من هذه المباني. لا شك بأن هناك مباني أخرى نحتاج لعملية صيانتها والقيام، مثل قصر الشيخ عبد الله الجابر، مثل قصر مشرف موجود يعتبر من المباني التاريخية التي زادت أعمارها عن الفترة التي سمح فيها القانون الكويتي. القانون الكويتي ينص على أن أي مبنى تاريخي يزيد عمره عن أكثر من 40 سنة من صدور القانون يعتبر من المباني التاريخية ويجب المحافظة عليه، ولذلك ملقى على عاتق المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب عملية المحافظة عليها واحتوائها وملكيتها تكون تابعة لها. إذن لماذا نرى هذه الجدية من المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب في الحفاظ على المباني التاريخية، ولا نرى مثل هذه الجدية من دار الآثار في الحفاظ على الآثار والمواقع التاريخية؟ دار الآثار الإسلامية هي دار خاصة قائمة بحد ذاتها، إذا كنت تقصدينها هي ملك الشيخ ناصر الصباح الأحمد الصباح وزوجته الشيخة حصة سالم الصباح، فهم ملكية خاصة، إنما هذه ممتلكات عامة ملك الحكومة الكويتية والشعب الكويتي بحد ذاته. طيب دكتور، تسمحي لي ليلى، أنا حاب أستفيد من وجودك دكتور معنا، يعني لا يقتصر فقط فيما تحدثنا عنه تاريخ الكويت، نحن نتكلم عن تاريخ أيضا وتراث شفهي وتراث أيضا مكتوب، اليوم كمان الديوانيات لربما نستغل وجودك معنا نتكلم عنها أكثر، كان لها دور كبير أيضا في بناء المجتمع الكويتي اليوم. كيف تقرأها؟ من يحافظ على هذا التاريخ اليوم؟ هل يتم استزراعه من جديد صح التعبير؟ الدواوين الكويتية بشكل عام في عصرنا الحالي لم تعد تلعب الدور الذي كان يلعبونه الدواوين في السابق في فترة الخمسينات أو الستينات. كبار السن الذين كانوا موجودين الغالب منهم تخلص عبر الزمن، وهذه طبيعة وسنة الحياة، لكن ما زالت الديوانية الكويتية تلعب دور سياسي واجتماعي واقتصادي في الحياة. الدواوين القديمة الموجودة مثل ديوانية العسعوسي، ديوانية الخالد، ديوانية البدر، ديوانية الدواوين المتعددة الموجودة على الواجهة البحرية ما زالت تلعب هذا الدور بشكل أساسي. فيها كبار السن، نحن في جامعة الكويت حينما يستدعي الأمر نرسل الطلبة ملوتنا لهذه الدواوين لكي يتحدثوا مع كبار السن ويستفيدون من التجارب أو من الحوادث التي عاشوها ويقومون بعملية تسجيلها. نأخذ مثال على ذلك، ديوانية من الدواوين مالت ديوانية العسعوسي كمثال، موجودة فيها مجموعة من الصور القديمة، وكذلك ديوانية الشملان الموجودة التي كان أي رأس المؤرخ الكويتي سيف مرزوق الشملان، فيها مجموعة من الصور القديمة مؤرخة وعليها معلومات هامة جدا بالنسبة للكويت، قاموا كثير من الطلبة بزيارتها وأخذ المعلومات واستخلاصها حق دراساتهم التاريخية.
نعم، نتمنى الحفاظ على المزيد من هذا التراث الجميل. كنت معنا المدير السابق لإدارة الآثار والأستاذ المنتدى بجامعة الكويت قسم التاريخ الدكتور فهد الوهيبي، شكرا جزيلا لك. حياكم الله، يا أهلا وسهلا بكم، وكل عام وانتم بخير. وانت بخير وصحة وسلامة.